السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. خليجي يتكلم عن سبب رفع علم الجزائر في النيجر، تابعوا معنا هذا الفيديو. ركز واربط معاي نقطتين على السريع مع استخدام بعض الرموز لتجنب إزالة هذا المقطع كما حدث في المقطع السابق. النقطة الأولى، الأسبوع الماضي اجتماع روسي مع القارة الأفريقية، وتعهد بوتين بدعم الدول الأفريقية للتخلص من الهيمنة الغربية، وقد كان وبعدها بيوم حدث انقلاب في النيجر، وخرج الشعب في النيجر مناصرا لهذا الانقلاب، وتم رفع أعلام روسيا وعلم الجزائر. لماذا تم رفع علم الجزائر؟ هل هو لتذكير بالثورة الشعبية الجزائرية التي طردت المستعمر، أو استدراج وجر الجزائر في هذا الفخ؟ وهذا أنا ما أخشاه، وأنا قلت في السابق أن الجزائر مستهدفة. باختصار أتمنى أن يسود القرار الجزائري الحكمة، وأن يكون قرار واحد بتوافق مدني عسكري. نقطة السطر الاحتمال أو النقطة الثانية هو قبل 4 سنوات جمهورية مالي وبوركينا فاسو والنيجر تم طلب قوات فرنسية لمساعدتها لمكافحة الإرهاب، مكافحة جماعات الرايات السوداء الذين عاثوا فساد في سوريا وفي العراق. وحضرت القوات الفرنسية، بعد 4 سنوات تم طردها من مالي ومن بوركينا فاسو والآن من النيجر. حلو الكلام، حلو. اليوم في قافلة عسكرية خرجت من مالي دعما للانقلاب في النيجر. من الذي تصدى لهذه القافلة؟ أصحاب الرايات السوداء. تم قصف هذه القافلة كأن يدعمون التواجد الفرنسي، يعني كأنها يعني ما يعني ما يعني هل هي صنيعة غربية؟ يعني هل ممكن جاءت القوات الفرنسية لمكافحة أصحاب الرايات السوداء، والرايات السوداء تساعد القوات الفرنسية للبقاء؟ بالعقل ما أدري، الله أعلم. هل هي صنيعة فرنسية إمبريالية بريطانية أمريكية؟ المهم اللي بنوصل له إن ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية غير ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية. العالم يتغير. شكرا لكم.